المجد للمجهود. لحظات عمرهم ورا القضبان لأنهم أكثر إيمانا بالثبات ولديهم القدرة على أن يدفعوا ثمنها. اللي اتبع اليوم ليس فقط لنطلب حرية مستحقة لكل المغيبين وراء قضبان السجون، لكن أيضا لنقول ان هذا الوطن فخور بكل شاب من شبابه مجهول الاسم، لكن اللي دخل ضمير هذا الوطن فخورين بقدرتهم وقوتهم. وانا سمعت شهادات النهارده من شباب وشباب جربوا محنه السجن والم شعورهم بالظلم، وطالعين وهم بيكلمونا عندهم كل ما يستحقوا من مرار التجربة مرة لابد أن ترفض وما نعرضش حد لها، لكن لديهم هذا الشعور الجميل الآسر بالفخر بالقوة. السجن لن يكسر شباب هذا البلد ولن نصادر على حقه في نصنع المستقبل. ده درس بناخده من شهادات اليوم. الأسر، الآباء، الأمهات اللي عارفين ان الضنا غالي ومع كده مستحملين ان الضنا يبقى في الزنزان، لهؤلاء جميعا بنجتمع النهارده عشان نقول شويه حاجات واضحه. اولا كل اللي هنا واصحاب الضمائر اللي مشينا هم باتفاق تام مهما اختلفوا في باقي القضايا في السياسه مع قضيه رئيسيه: هذا الوطن لن يبنى بدون احترام كرامة كل إنسان فيه، بدون تمييز في هذه الكرامة بغض النظر عن موقفه السياسي أو رأيه أو دوره أو طبقته أو دينه أو نوعه. إذا لم تحفظ مصر لكل بنيها كرامتهم فإن هذه الثورة لم تقم. وعشان الثورة تنتصر الكرامة هي عنوان لابد أن نناضل من أجله. ما يدور في مصر الآن انتهاك فك لكرامة الإنسان أولا، ولنصوص الدستور ثانيا، وللقوانين السائدة ثالثا. لهذا موقفنا قاطع، مطالبة بإفراج فوري بكل الأساليب المتاحة عن كل السجناء وراء السجون ما لم يكونوا متهمين بعنف حقيقي ضد هذا الشعب. اثنين، قانون التظاهر من يوم ما صدر أدركنا إنه أداء سياسي غشيم بيفتت حلف الطاقة من 30 يونيو وبيكسره بغباء في السياسة وبيصنم لأنه لا ينظم بقدر ما يمنع ويقيد. طالبنا وبنجدد في لقاء اليوم أيضا إن إحنا نريد قانونا، إحنا عاوزين نقيم دولة القانون مش عاوزين نكسر القانون، عاوزين نقيم دولة ناجحة قوية عادلة مستقلة شفافة قادرة للمحاسبة، تحترم حقوق الناس، تدافع عن كرامة المصريين، تحقق أهداف الثورة. دي دولة نريد أن نبنيها، مش عايزين نهدم الدولة. الشعب ده لم يثر ليهدم الدولة وإنما ليسقط رؤوس الفساد ويحل في الدولة من يعبر عن الشعب، مش عشان يهدها ومش عشان يمنع القانون اللي بيدفعوا دولاً عشان دولة، لكن تخدم الشعب مش تخدعه. عاوزين قانون لكن يحمي الحريات مش يمنعها. والدستور اللي احنا صوبنا عليه فيه أجمل نصوص الحريات. دكتورة هالة ذكرت جزء منها، عاوزين ندافع عن هذا الدستور. مطلب الإفراج عن شباب مصر المغيبين وراء السجون مرتبط بإدانة واجبة منا جميعا للتعزيل. كل أشكال الإيذاء البدني والنفسي هي تعزيل. التشريفة
في حفلات الاستقبال، والامين اللي عاوز يعمل واجب مع واحد كل ما فعلوا انه قال يا مصر كل هذه الاشكال لابد ان تنتهي. التعذيب عار، إن عار ان يكون موجود في بلد، مش بس عار على حكامها لانهم لازم يتحاسبوا عليه، لكن عار على من يسمع به ولا يقف ضده. عشان كده احنا هنا وهنفضل لحد ما نتاكد ان هذا الشعب قادر بضميره وقوته وقواه على انه يقترب من دوله تحقق اهداف الثوره، تحترم الكرامه، يوقف التعذيب، يفرج عن كل مظلوم موجود وراء السجون، ويعدل قوانين لتكون قوانين للحريه لا قوانين للكبح. الامن اولى به بدل ما كان يستنفذ جهده في عدوان على حريات اصيله للشباب زي الوقت. في مصريين كل يوم بيتقتلوا ويتخطفوا في ليبيا، اجهزتنا الامنيه اولى بها ان تواجه الارهاب هنا ودخل المصريين اللي بيتقتلوا في ليبيا وبيتخطفوا في ليبيا تواجه اجمل ولاد البلد.